بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في البداية أرحب بجميع السيدات والسادة ممثلي وسائل الإعلام بكافة أنواعها، وأشكرهم بهذه المناسبة على تغطيتهم المتميزة للحدث الكبير الذي عرفته بلادنا هذا اليوم، والمتمثل في إجراء الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية. وبهذا الخصوص لابد من التذكير أن اقتراح هذا اليوم جرى في ظروف خاصة فرضت التدابير المتخذة في إطار الوقاية من داء كوفيد 19 وانتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس الجهوية ومجالس الجماعات والمقاطعات في يوم واحد، الشيء الذي مثل تحديا حقيقيا تم ولله الحمد ربحه بكل استحقاق من طرف بلادنا بفضل تجند كافة السلطات ومصالح الدولة وانخراط الأحزاب السياسية. وفي هذا الصدد بلغت نسبة المشاركة عند إغلاق مكاتب التصويت على الساعة 7 مساء 32.36% على صعيد عمالة طنجة أصيلة، و 47.1% على صعيد جهة طنجة تطوان الحسيمة، وهي نسبة مشرفة ومحترمة تعكس مصداقية العملية الانتخابية والانخراط الإيجابي للناخبات والناخبين في المشاركة السياسية. وللتذكير فإن عدد الناخبين على الصعيد عمالة طنجة أصيلة يبلغ 430,499 ناخبا، في حين يصل على صعيد الجهة إلى 1,722,873 ناخبا. وفيما يتعلق بالنتائج المؤقتة والغير النهائية للاقتراع بالنسبة للانتخابات التشريعية، فيمكن إجمالها كالتالي، مع الإشارة إلى أن هذه النتائج تبقى مؤقتة في انتظار فرز باقي مكاتب التصويت والمصادقة على النتائج النهائية من طرف لجان الإحصاء المنصوص عليها قانونا. بالنسبة للانتخابات على صعيد الدائرة التشريعية المحلية، من بين 23 لائحة مرشحة برسم الدائرة المحلية للتنافس على 5 مقاعد، أعطت عملية فرز 99.56% من الأصوات في مختلف مكاتب التصويت النتائج التالية: حزب الاتحاد الدستوري حصل على 22,368 صوتا، وهو ما يخوله مقعد واحد. حزب الاستقلال حصل على 21,206 صوتا، وهو ما يخوله مقعد واحد. حزب الأصالة والمعاصرة حصل على 20,085 صوتا، وهو ما يخوله مقعد واحدا. حزب التجمع الوطني للأحرار حصل على 19,908 صوتا، وهو ما يخوله مقعدا واحدا. حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حصل على 11,188 صوتا، وهو ما يخوله مقعدا واحدا. بالنسبة للانتخابات على صعيد الدائرة التشريعية الجهوية، من بين 19 لائحة مرشحة برسم الدائرة التشريعية الجهوية للتنافس على 8 مقاعد مخصصة للنساء، أعطت عملية فرز 60% من الأصوات الناتجة النتائج المؤقتة والغير النهائية التالية: حزب التجمع الوطني للأحرار حصل على 99,891 صوتا، وهو ما يخول له مقعدا واحدا. حزب الاستقلال حصل على 73,734 صوتا، وهو ما يخول له مقعدا واحدا. حزب الأصالة والمعاصرة حصل على 64,926 صوتا، وهو ما يخول له مقعدا واحدا. حزب الاتحاد الدستوري حصل على 41,563 صوتا، وهو ما يخوله مقعدا واحدا. حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حصل على 41,402 صوتا، وهو ما يخوله مقعدا واحدا. حزب العدالة والتنمية حصل على 18,398 صوتا، وهو ما يخوله مقعدا واحدا. حزب الحركة الشعبية حصل على 18,180 صوتا، وهو ما يخوله مقعدا واحدا. وأخيرا حزب التقدم الاشتراكية حصل على 11,737 صوتا، وهو ما يخوله مقعدا واحدا. مع التأكيد أن هذه النتائج تبقى مؤقتة في انتظار استكمال عملية الفرز. أما بالنسبة للانتخابات الجهوية والجماعية، لانتخاب أعضاء مجلس الجهة وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، فتتعين الإشارة إلى أن عملية فرز الأصوات الخاصة بها ما تزال جارية، وسيتم تقديم نتائجها الأولية بمجرد أن يتم التقدم في عملية الفرز والإحصاء. وفي الختام لابد من الإشارة أن اقتراع اليوم جرى في أجواء سليمة وهادئة، نهنئ عليها جميع الفرقاء السياسيين ومرشحيهم
بالإضافة إلى رجال القوات العمومية والسلطات المحلية ومضافي الدولة والجماعات الترابية وعموم مواطنات والمواطنين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.